تجاوزت الميقات الأصلي وهو رابغ بقصد زيارة المدينة، ثم أحرمت من أبيار علي، فهل علي شيء؟ إذا كنت قاصد من المدينة فأنت تحرم من ميقات المدينة. إذا كنت قاصد من المدينة قبل تجي المكة، ذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وبعد ما فرغت رجعت إلى مكة، تحرم من ميقات المدينة أبيار علي ولا تحرم من رابغ. نعم.